بسم الله الرحمن الرحيم. أوجه رسالتي للمسؤولين، المغرب بلد الحرية، بلد الأمان، بلد الخير. أتمنى أن الرسالة بتاعتي توصل للمسؤولين وجعلها نكون خير إن شاء الله بإذن الله. اسمي مجدي درويش محمد من مصر، جنسيتي مصري. جيت البلد هنا كسياحة في بلد اسمها قازة، ثم تعرفت على بنت من منطقة اسمها خربجة، وأنا ما أعرفش يعني فين تقع في خربجة، فلما اتعرفت عليها فحصل لي يعني ظروف عملية نصب واحتيال. إزاي حصل النصب واحتيال؟ ستي خدتني، المرة دي خدتني عندها في خربجة بعد ما فتحت المطعم، فتحت مشروعي. فطبعا قالت لي أنا هعمل لك الإقامة وهعمل لك الجواز وإيه وأخلص لك أوراقك كلها هنا. ثم عندها بيت، فقالت لي ان البيت دوت محتاج فلوس، فقلت لها اتفضلي الفلوس اللي انت عاوزاها اديتها لها. بعد كده عرفتني بشخص، الشخص ده انا ما اعرفوش، اتضح ان هو في الاخر هو ليه علاقه معاها من زمان وكانت واخده منه فلوس. فلما جابته عندي كان اسمه الشرقي، فقال انا هصوب لك الاقامه والاوراق بتاعتك وكل شيء. فانا اديته المبلغ على ذمه ان هو ايه هيعمل الاقامه بتاعتي. فطبعا مع الايام مره واثنين وثلاثه الاوراق لسه ما خلصهاش. فطبعا دخلت هي اللي اسمها فاطمه الزهره من خربجه من شارع الروداني، فقالت لي احنا هنخش في موضوع الجواز الاول عشان اعمل لك الاقامه، لان سهلتني في موضوع الجواز عشان تعمل لي الاقامه. قالت لي لو انت اتجوزت يبقى هتعمل الاقامه هنا. فانا خدت الموضوع قلت لها ماشي مفيش مشكله. رحنا السفاره المصريه، خلصت الاوراق بتاعتي وخلصت على ذمه الجواز، ورحت المقاطعه قد عملت الاوراق باننا جالس عندهم في قلب الدار وعلى اساس تساوب لي الاوراق الجواز. الا ما فوجئت طبعا لما دخلت الوكيل الملك هناك عنده، فعشان اقدم الاوراق بتاعتي واسيبها، فاتضح ان ايه قال لي لا انت ما عندكش اوراق تثبت انك انت مقيم في البلد. فلما انا جلست فقعدت، فلقيت نفسي يعني في اتنين بنتين او من قلب المحكمه، فقالوا لي لا امشي عشان هو هيحبسك. فانا لما جيت طلبت الفلوس من اللي اسمها فاطمه الزهره، قلت لها اعطيني الفلوس بتاعتي عشان انا هنزل على مصر. قالت لي لا انا الله يعاونك احنا قاعدين بقى لنا سنه ونص. قلت لها ازاي قاعدين سنه ونص من غير جواز؟ ازاي احنا ولا كتبنا عقد ولا؟ قالت لي لا ما انت جالس معانا في قلب البيت وجالس، وما كانت جالسه ابوها كان جالس، وكنت انا البيت كنت بتاع على اساس ان انا كنت جالس فيه سنه ونص وانا جالس في البيت داخل طالع. قالت لي ان الخطوبه عندنا بالفتحه. فقلت لها ازاي الخطوبه هنا بالفتحه؟ الجواز ان انا اعرفه بالاوراق. واحنا رحنا المحكمه، وانا رحت المحكمه برجلي ورحت الشرطه برجلي، ما خفتش من حد. رحت قدمت الاوراق فقالوا لي لا ما ينفعش لازم الاقامه. وهربتيني انت والاثنين معاكي من قلب المحكمه، خدامين في قلب المحكمه ما اعرفش. فانا طالب الفلوس لما اروح للمحكمه. فانا ما رحت للمحكمه طبعا، انا مشيت من هناك فقدمت شكوى، والشكوى راحت الشرطه. انا لا اعلم دلوقتي كيف عملت الشكوى. فاما بالنسبه لعيلتي انا خايف اواجه الواجهه هناك، لان قرايبها هناك من هنا، هناك بلد اسمها اولاد عبدون من قلب خربجه، الناس دي معروفه هناك، ممكن اروح ممكن يعملوا لي يعني يضربوني، ممكن يموتوني، ممكن يعملوا فيا اي شيء، لان هي اصلا معروفه في قلب ايه شارع الروداني. فانا بطلب من المسؤولين وبطلب من الجهه الامنيه ومن القضاء الشريف والشرطه الشريفه ان تحميني من هذا البنت وصاحبها اللي اسمه شرقي، واتمنى انكم تساعدوني. شكرا.